الأستاذ سنوني، أهلا بك. عندما ننظر بعين فاحصة للرقم 6.6 كنسبة تضخم الأمر، يدعونا إلى التوقف عند هذه النسبة، هي أعلى نسبة منذ عام 92. كيف أثر هذا على أداء الاقتصاد المغربي السنة الماضية؟ يعني بداية المغرب يعني عرف ارتفاع ديال نسبة التضخم كما عرفه العالم في طبيعة الحال سياق دولي عصيب بصمته طبيعة الحال الجائحة بداية، ثم بعد ذلك الصراع الأوكراني الروسي، وكذلك مجموعة من العوامل الأخرى المرتبطة كذلك بركود حركات الموانئ والسفن ما يتعلق بسلاسل التوريد خاصة الصين. يعني هذه العوامل يعني جعلت أنه يعني يكون هناك ارتفاع في أسعار المواد الغذائية. هذا طبعا الحال الارتفاع يعني يتم استخلاصه اقتصاديا فيما يصطلح عليه بمعدل التضخم، الذي كما ذكرت يعني انتقل من 1.3 من سنة 1992 إلى 6.6 في سنة 2022 كمعدل بطبيعة الحال، وكان أكثر من ذلك في بعض الفترات من سنة 2022 و2023. بالتالي هذا معدل التضخم يعني انعكس على الاقتصاد المغربي، لأن المقاولات كذلك الوطنية والتي تشكل العمود الفقري النسيج الاقتصادي الوطني هي المقاولات الصغيرة والمتوسطة، تقريبا ما يربو عن 93% من المقاولات هي من هذه الفئة، وبالتالي وجدت الحال صعوبات في أن تتمكن كذلك من أن تتزود بالمواد الأولية في السياق كما ذكرت، سواء تعلق الأمر بما يصطلح المواد الأولية في المجال الطاقي، أو حتى كما ذكرت بعض المواد التي لم تتمكن المقاولات من الحصول عليها بسهولة كما ذكرت، نظرا للمشاكل التي عرفتها سلاسل التوريد، وبالتالي ارتفع ثمنها، وبالتالي هذا انعكس على إمكانية التزود بها خاصة عندما تكون حيوية، يعني لا يمكن الاستغناء عنها. هذا عامل بطبيعة الحال أساسي. العامل الآخر بطبيعة الحال هو أنه كذلك ارتفاع الأثمنة جعل أنه المستهلكين المغاربة ما يقدروش كلهم بطبيعة الحال يستهلكوا جميع المواد بنفس الطريقة بنفس يعني الميزانية يعني العائلية التي كانت تكلفهم يعني بضعة دراهم معينة، والآن بطبيعة الحال ارتفاع هذه الأثمنة جعل بطبيعة الحال أن حتى الطلب ديال المستهلك أنه يتراجع في خصوص بعض المواد اللي ماشي هي بالضرورة حيوية وأولية، والتي تعتبر يعني مهمة في الحياة اليومية ديال المواطن المغربي. بالتالي هذا تراجع كذلك الطلب على بعض المنتوجات أكيد أنه سينعكس على الشركات وكذلك على الاقتصاد الوطني، ناهيك كذلك عن عوامل أخرى مرتبطة يعني في الانعكاسات ديال معدل التضخم فيما يخص بطبيعة الحال الطلب، لأنه تنتكلموا على أنه المغرب بلد يرتكز اساسا على القطاع الفلاحي، جاء كذلك القطاع الفلاحي في وضعيه يعني استثنائيه متسمه اساسا بالجفاف، وكذلك الاتجاه نحو الفلاحه التي كانت تسويقيه اكثر من هي معيشيه، لنجد كذلك ان معدل التضخم يعني قاس كذلك فلاحين خاصه الفلاحين الصغار والمتوسطين، وهذا بطبيعه الحال كذلك عباره عن مثال حي للانعكاس التضخم على الاقتصاد الوطني وخاصه القطاع الفلاحي والفلاحين الصغار والمتوسطين.